هذا ابو معاذ وهذا ابو يعقوب. يا هلا فوق جسر العاشقين في سالزبورغ. هلا، وانا اعشق هذه الفتاة، هذه الحلوة الجميلة اللوتي حفظك الله. كل واحد يعشق واحد طبعا، يجيب قفل ويعلقه يربط ويكتب اسمه واسم المحبوب. تعال اقرا هني شنو. قبل اروح محمد العازمي كوثر. اوكي، الله يديم علاقتكم ويهديك. هذا متى؟ قبل يومين، ما في مشكله، الله يصلح حالنا وحال المسلمين. جيرماني جولاي كذا. تعرف عبد الله النوير. طبعا لا يجوز شرعا ابدا ابدا انك تسوي هذا الامر. ليش؟ لانك تعتقد ما ليس سبب سبب، صح ولا لا؟ يعني انك اذا قفلت هني هم يعتقدون انه خلاص ان العلاقه راح تصير مقفله بين الشخصين الى الابد، وهذا خطا. الاقدار يقدر الله سبحانه وتعالى وتتغير. عارف ربما الناس بعضهم يحب بعضهم وبعضهم يترك بعض، صح ولا لا؟ تعال يا علاء. الو، يلا تعال. فهذا من الباطل، فوجب علينا انكار الباطل. لكن يعني تستعجب من عمل بعض الناس، سبحان الله. هذا 2006، بس هذا 2006 24. لا لا لا، قديم، واضح انه قديم. تعال شوف شوف، ولا وقلب حب يعني. يا حلو هذا. ها ايه، قبل 2000 ولا؟ الله يصلح الحال. جسر العاشقين في سالزبورغ. شوف شلون هناك يوسف. تعال خذ لي صورة، خلنا ناخذ لك صورة بعدين خذ لي صورة. هذا بالله، هذا السلام.